بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة حل شيت 6. بالنسبة لشيت 6، في بعض المسائل كده كانت متقسمة لكذا توبكس. أول نوع من المسائل كان بيتكلم على الدايلكتريك ستنس أو الماكسيمم الكتريك فيلد. المسألة رقم 1 في شيت 6 كان بيقول لي إن أنا عندي 2 كوندكتورز. الاتنين كوندكتورز دول الديستانس ما بينهم 50 سنتيمتر، والراديوس او الديامتر بتاع الكوندكتور ده 2 سنتيمتر. عايز يحسب البوتنشال او الكاباسيتنس الاول ما بين الاثنين كوندكتور دول. الاثنين كوندكتور دول عايز يحسب الكاباسيتنس ما بينهم قد ايه، وعايز يحسب الماكسيمم فولتج اللي انا ممكن احطه ما بين الاثنين كوندكتور او على الاثنين كوندكتور، ده المفروض ما يتعداش قيمة قد ايه. فخلينا نبدأ واحدة واحدة. هي المسألة بصفة عامة احنا ممكن ان الاتنين كوندكتور دول بيبقوا حاجة شبه الاتنين ترانسميشن لاين. الاتنين ترانسميشن لاين دول هم عبارة عن اتنين كوندكتور جنب بعض كده، واحد الكرنت فيهم بيكون رايح والكرنت بيكون راجع، لان دول كأنهم بيقفلوا السيركت بتاعتي عادية خالص. فطبيعي ان انا لما اشتغل بالوضع ده هيبقى انا عندي كوندكتور فيهم كرنت رايح وكرنت او كوندكتور الكرنت فيه كرنت راجع. طيب، وممكن افترض ان الكوندكتور ده هو عباره عن انفينيت لاين، والانفينيت لاين ده الالكتريك فيلد بتاعه هو عباره عن لامدا 2 باي ابسيلون روت ار زي ما احنا عارفين. فساعتها ممكن اتعامل مع كل كوندكتور، واحد عليه تشارج دينستي لامدا والتاني عليه تشارج دينستي نيجاتيف لامدا، لان بكل بساطه ان الاثنين كوندكتور دول بيبقى واحد عليهم البوزيتيف بتاع البطاريه والتاني عليه النيجاتيف بتاع البطاريه او النيجاتيف بتاع السورس، وبالتالي البوزيتيف هيبقى عليه تشارج بوزيتيف والنيجاتيف هيبقى عليه تشارج نيجاتيف لامدا. فطبيعي ان انا عندي 2 كوندكتور، فطبيعي ان انا لما بوصلهم بيبقى عليه واحد تشارج لامدا والتاني بيكون عليه نيجاتيف لامدا، او سيجما ونيجاتيف سيجما زي ما احنا بنتعامل دايما في اي 2 كوندكتور ما بين بنحط ما بينهم سورس. طيب، فدلوقتي انا عايز احسب الكاباسيتنس. زي ما احنا عرفنا في حسابات الكاباسيتنس لازم احسب الفولتج، وعشان نقدر نجيب الفولتج ما بين الاثنين، دلوقتي انا عندي 2 لاين وكل واحد عليه تشارج دينستي لامدا. فمبدئيا احنا هنروح نحسب البوتنشال او الفولتج نتيجة الكوندكتور اللي عليه تشارج دينستي لامدا، وبعد كده نحسب نتيجة النيجاتيف لامدا، نحسبها بالسوبر بوزيشن. فلو اخدت بالك انا في اول كيس دي ان انا باخد نتيجة لامدا بس واهملت او كأني مش شايف النيجاتيف لامدا، هحسبها بعد كده واجمع عليها بالسوبر بوزيشن. فهحسب الاول الفولتج نتيجه النيجاتيف لامدا، اجيب في 1 2 هو الفولتج ما بين الكوندكتور 1 والكوندكتور 2، هو عباره عن ماينس تكامل ماينس من ار 2 لار 1 اي دوت دي ال، والالكتريك فيلد هو لامدا 2 باي ابسيلون نوت ار دي ار، ده الالكتريك فيلد. طيب، فين ار 1 وار 2؟ انا بحسب في 1 2 بالنسبه نتيجه الكوندكتور او نتيجه اللامدا، نتيجة اللامدا دي. طيب، بالنسبة لي لما اجي اشوف فين R1، R1 دي انا بقيسها من السنتر بتاع الكوندكتور، بقيسها من السنتر من هنا من هنا لغاية النقطة اللي انا عايز احسب عندها. فبالنسبة لي R1 هي النقطة بتمثل من السنتر، يعني من السنتر من هنا لغاية سطح او النقطة اللي انا عايز احسب عندها هي على سطح الكوندكتور نفسه. فR1 هي بالنسبة لي زي ما هو ظاهر قدامك، هي من السنتر بتاع الكوندكتور واحد لغاية سطح الكوندكتور واحد، فهي بتمثل R1، هي بتمثل الراديوس بتاع الكوندكتور نفسه اللي اسمه R عندي. طب وبالنسبة لR2 بقيسها من السنتر بتاع واحد لغاية سطح الكوندكتور 2، سطح الكوندكتور 2 هي ده اللي بيمثل R2. طيب، R2 دي عندي في المسألة دي هي عبارة عن كام؟ لو انت بتقيس من السنتر لسطح الكوندكتور المفروض ان هي تكون دي ماينس ار، دي ماينس ار. ليه دي ماينس ار؟ لان الدي دي متقاسه من السنتر للسنتر، فلو انت عايز من السنتر لسطح الكوندكتور فالمفروض انها تكون دي ماينس ار، بس انا عشان في المساله الدي والار الارقام كبيره شويه او الدي كبيره شويه بالنسبه للار، فانا بفترض ان هي تقريبا ان الار 2 بتساوي الدي. فساعتها لو جيت احسب الفي 1 2 احط الار 2 بدي واحط الار 1 بار، وهعمل التكامل هيديني الفولتج في 1 2 هو لامدا 2 باي ابسيلون نوت لان دي على الار، ده الفولتج نتيجه لامدا. هعمل نفس الكلام لما اجي احسبه نتيجه نيجاتيف لامدا. نتيجه نيجاتيف لامدا هبتدي
اشوف النيجاتيف لامدا وكأن اللامدا دي مش موجودة، وبرضه هحسبها بالسوبر بوزيشن. فلما اجي اعمل الموضوع ده برضه هعمل الفي 1 2 نتيجة النيجاتيف لامدا، فساعتها الالكتريك فيلد هيبقى القيمة بتاعته هي بنيجاتيف لامدا على 2 باي ابسيلون نوت ار بي ار من ار 2 لار 1. طيب فين الار 2؟ بقيسها من السنتر. انا دلوقتي بقيس بالنسبة للكوندكتور 2 او التشارج بتاعتي، التشارج بتاعتي دي هي على الكوندكتور 2، فبقيس من السنتر بتاع الكوندكتور 2 لغاية نقطة 2. نقطة 2 هي على سطح الكوندكتور 2. طب نقطة 1؟ نقطة 1 على سطح الكوندكتور 1. خلي بالك ان 1 و2 متغيروش، التشارج هي مرة بحسب التشارج اللي على اليمين ومرة بحسب نتيجة التشارج اللي على الشمال. فساعتها لو انت اخدت بالك هتلاحظ انه ان انا لما باجي اقيس R2 بقيسها من السنتر بتاع الكوندكتور لنقطة 2، فساعتها عندي هتلاقي R2 هي بتمثل الـ R و R1 من السنتر بتاع الكوندكتور 2 لغاية سطح الكوندكتور 1، فساعتها برضو الـ R1 هي اللي هتبقى المرة دي D1 ماينس R أو D ماينس R اللي هي نفسها بنعتبرها بD. فلو جيت أحط الـ R1 بD وحط الـ R2 بـ R هيديني التكامل ده، طبعا ماينس جوه التكامل وفي ماينس بره التكامل، هيديك نفس النتيجة اللي فاتت، هيطلع بلامدا 2 باي ابسيلون نوت ار لين دي على الار. فلو انت لاحظت بالك هيطلع ان الفي 1 2 نتيجه لامدا والفي 1 2 نتيجه نيجاتيف لامدا الاثنين زي بعض، فانا بثبتها لك بس، انما انت في المساله بتريح دماغك بتحسب مره واحده الفي 1 2 نتيجه لامدا وتقول له نتيجه نيجاتيف لامدا بيطلع ذا سيم، وبتروح حاطط الايكويشن على طول، وساعتها ان البي توتال بتقول له ان هي نتيجه لامدا ونتيجه نيجاتيف لامدا، فلما تجمع الاثنين فولتج او تاخد واحد فيهم وتضربه باثنين لان الاثنين متساويين هيديك الفي 1 2 التوتال. فساعتها انا قدرت احسب الفي 1 2 التوتال بالشكل ده كده. احنا اصلا في اول مطلوب كان عايز ايه؟ كان عايز يحسب الكاباسيتنس بير كيلو متر، طيب او الكاباسيتنس بير متر. فاحنا طبيعه حساباتنا في الكاباسيتنس او البروسيجر اللي احنا بنمشي عليه ان احنا بنحسب الفولتج، ومن الفولتج بنقول ان الكاباسيتنس هي عباره عن الكيو على الفي. فلو انت فكيت الكيو دي بلامدا في ال على الفي وحوضت بمعادله الفولتج هيطلع عندك المعادله بتاعه الكاباسيتنس بالشكل النهائي ده اللي هي باي ابسيلون نوت في ال على لين دي على الار. طيب ده الكاباسيتنس دي بالفراد. طب لو انت عايزها فراد بير متر هتقسم على ال ال، وبالتالي جبت الكاباسيتنس ك بير متر، بس هو في المسألة أصلا عايزها بير كيلو متر، فطبعا هنضرب في 1000 وهنقسم على 1000 عشان تبقى بير كيلو متر، فبالتالي الإكويشن دي هيديك الكاباسيتنس بير كيلو متر بالشكل اللي قدام. طيب ده كان أول مطلوب في المسألة. المطلوب التاني عايز يحسب البوتنشال ديفرنس ما بين الاتنين كوندكتور، يحط ما بين الاتنين كوندكتور فولتج قد إيه بحيث إنه الإلكتريك فيلد على سطح أحد الكوندكتورز ما يتعداش 30 كيلو فولتج بير سنتيمتر. طيب واحدة واحدة، احنا لو حبينا نشوف الفولتج على سطح او الالكتريك فيلد على سطح احد الكوندكتورز، النقطة اللي انا عاملها دي، النقطة اللي انا اخدتها دي هي دي النقطة اللي انا هبتدي اتكلم عليها وهبتدي احسب الالكتريك فيلد عندها. الالكتريك فيلد ده هيكون جاي نتيجة، هيكون جاي نتيجة تشارج لامدا وهيكون جاي نتيجة تشارج نيجاتيف لامدا. طيب طبعا هنعمله برضو بالسوبر بوزيشن، هنحسب الالكتريك فيلد نتيجة لامدا وهنحسب الالكتريك فيلد نتيجة نيجاتيف لامدا عند النقطة اللي احنا بنتكلم عنها دي. فطبيعي ان الالكتريك فيلد نتيجة لامدا، اللامدا دي هي تشارج او بتعمل لي تشارج بوزيتيف، فالالكتريك فيلد نتيجة لامدا هيطلع اتجاهه رايح ناحية الشمال كده داخل على النقطة اللي أنا بحسب عندها اللي أنا قلت لك عليها اللي هي النقطة دي، هيطلع الإلكتريك فيلد داخل عليها. وبالنسبة لنيجاتيف لامدا برضه هيعمل لي إلكتريك فيلد داخل على البوينت. ليه؟ لأن التشارج نيجاتيف لامدا دي برضه بتخلي الإلكتريك فيلد داخل عليها، وبالتالي الإلكتريك فيلد بيكون داخل على البوينت. طيب بالنسبة للإلكتريك فيلد القانون بتاعه هو لامدا على 2 باي إبسيلون نوت آر. في الحالة الأولانية بالنسبة للكوندكتور واحد الآر بتاعتي هي بتمثل R1 اللي هي من السنتر بتاع واحد للنقطة اللي على سطح الكوندكتور 2،
وبالنسبة للكوندكتور 2 على تشارج نيجاتيف لامدا، فالكتريك فيلد برضو الريزيست او الراديوس بتاعه هيبقى بنمثله بار 2. طبعا برضو R1 هي نفسها دي ماينس ار او دي، وR2 في الحالة اللي عندي دي هي نقطة على سطح الكوندكتور 2 فهي نفسها ار، فلو عوضنا هيطلع عندنا الالكتريك فيلد بالشكل ده كده. هو بعد ما نختصر او ناخد لامدا على تبقى اتش نوت بره كومان، هيبقى مضروب في باكت واحد على دي بلس واحد على ار، وبالتالي ده الالكتريك فيلد عند سطح او على سطح احد الكوندكتورز. طيب طلع ده شكل الالكتريك فيلد. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه اللي يخلي الالكتريك فيلد ده ماكسيمم فاليو؟ ليه ماكسيمم فاليو؟ يعني هو مش عايز ان الالكتريك فيلد ده يزيد عن القيمه اللي اسمها 30 كيلو فولت بير سنتيمتر. بالمناسبه 30 كيلو فولت بير سنتيمتر دي بنسميها ده الكتريك سترينث او الماكسيمم الكتريك فيلد بتاع الهواء. يعني لو الالكتريك فيلد زاد عن 30 كيلو فولت بير سنتيمتر لكل سنت او الفولتج على الهواء على كل سنتيمتر من الهواء زاد عن 30 كيلو فولتج، اللي بيحصل ان بيحصل بريك داون للهواء. يعني ايه بريك داون للهواء؟ بينكسر وبيتحول لايه؟ لموصل. فانا مش يهمني ان انا ما زيدش عن النقطه دي. فالماكسيمم الكتريك فيلد هو قايل لي ان هو ب 30 كيلو فولت بير سنتيمتر، ودي بالمناسبه حاجه المفروض ان احنا نكون حافظينها بالنسبه للهواء. الماكسيمم الكتريك فيلد 30 كيلو فولت بير سنتيمتر اللي هو دراي اير. طيب انا لو رحت عوضت في المعادله اللي قدامي دي، خليت الفولتج او الالكتريك فيلد الماكسيمم ده ب 30 كيلو فولت بير سنتيمتر، ساعتها في المعادله عندي الدي جيفن وعندي الار جيفن. ساعتها اللي مش جيفن عندي هو اللامدا، فاقدر احسب من هنا اللامدا هيطلع بالرقم اللي موجود قدامك ده، هيطلع 1.63 مايكرو كولوم بير متر لما اعوض بالدي واعوض بالار. طيب انا اصلا في المعادله بتاعتي اللي هي اول معادله اللي انا حسبت بيها الفولتج التوتال بين الاثنين كوندكتور كان فيها قيمه اللامدا. طب انا قدرت احسب الماكسيمم لامدا بكام؟ فلما قدرت احسب الماكسيمم لامدا ممكن اروح اعوض في معادله الفولتج اللي فوق، ساعتها هيقدر احسب الماكسيمم فولتج ما بين الاثنين كوندكتورز او الماكسيمم فولتج المفروض ما تعدهوش عشان الالكتريك فيلد عند سطح احد الكوندكتورز ما يعديش ال 30 كيلو فولت بير سنتيمتر. طيب هي نقطه، هي كده المساله بالنسبه لي خلصت. بس هو ليه انا لما جيت اخد البوينت اللي هو بيقول عند نقطه على سطح الكوندكتورز، ليه انا اخدت النقطه دي بالذات؟ ليه اخدت النقطه دي بالذات وابتديت احسب عندها؟ لان الحقيقه النقطه دي هي اقرب نقطه من الكوندكتور الاولاني اللي على الشمال، وهي نفسها على سطح الكوندكتور التاني. بمعنى ان انا مثلا لو اخدت نقطة بعيدة كده او خليتها على سطح الكوندكتور التاني بس ناحية الشمال مش ناحية اليمين، اللي هي النقطة دي، لو انا اخدت النقطة اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي، النقطة دي الالكتريك فيلد بالنسبة للكوندكتور الاولاني هيبقى الالكتريك فيلد موجود على مسافة قد ايه؟ هيبقى على مسافة هي المفروض تكون دي بلس ار، صح؟ فهتلاقي ان الالكتريك فيلد نتيجة الكوندكتور الاولاني قليل مقارنة بالنقطة اللي انا واخدها على اليمين، او بمعنى اصح النقطة اللي على اليمين دي هي اكتر نقطة عليها ماكسيمم الكتريك فيلد، او اول نقطة هيحصل لها بريك داون عندي. ليه؟ لان هي دي اول نقطة نتيجة الالكتريك فيلد اللي جاية نتيجتها جاية نتيجة لامدا وجاية نتيجة ميلي لامدا، فهي دي أضعف نقطة عنده، فهي دي أول نقطة بيبتدي يعمل عليها ديزاين. فعشان كده أخدت أقرب نقطة للكوندكتور الأولاني وأقرب نقطة للكوندكتور التاني اللي هي على سطحه يعني. فبالتالي هي دي النقطة دايما اللي احنا بنعمل عليها ديزاين، أو بنخاف إن احنا وإحنا بنعمل ديزاين إن احنا النقطة دي يحصل لها بريك داون. ده كان المسألة الأولانية، كانت نوع كده من أنواع الديزاين. هو لو أنا عندي اتنين كوندكتور وعارف المسافة ما بينهم، المفروض إن الماكسيموم إلكتريك فيلد أنا عارفه بكذا، يبقى المفروض إن الماكسيموم فولتج ما يتعداش قيمة قد كده. المسألة رقم اتنين الحقيقة هي نوع مختلف سنة، هو المرة دي مديني الماكسيموم فولتج والماكسيموم إلكتريك فيلد وعايز يعمل ديزاين للكوندكتور. بيقول إن أنا عندي كوأكسيال كيبل اللي هو اتنين كوندكتورز جوا بعض زي ما شفناهم قبل كده وتعاملنا معاهم كتير، وحاطط ما بينهم فولتج. الفولتج ده بسميه في اي بي،
بيقول ان الماكسيمم فولتج ده المفروض ما يتعداش 120 كيلو فولتج، وان المسافه ما بين الاثنين كوندكتور اللي هي المسافه اللي موجوده ما بينهم، الراجل بيقول لي ان انا عندي نيتروجين جاز، عندي غاز او غاز النيتروجين ده خطه عازل ما بين الاسطوانتين عشان يعزل الكوندكتور اللي فوق او الاثنين كوندكتور اللي منهم من بعض. وبيقول ان الماكسيمم الكتريك فيلد ما بين او بتاع الليكويد نايترو او النيتروجين جاز ده ب 150 كيلو فولتج بير سنتيمتر. فانا دلوقتي عارف الماكسيمم الكتريك فيلد وعارف الماكسيمم فولتج، بيقول لي اعمل ديزاين للكوندكتور ده لو كانت الريشيو ما بين الاثنين كوندكتور او ما بين الاثنين راديوس ب 2.7، يعني انا لو فرضت ان الكوندكتور اللي جوه الراديوس بتاعه ايه والكوندكتور اللي بره الراديوس بتاعه بي، فبيقول لي ان البي بتساوي 2.5 مره من الاي، دي معلومه جيفن. فبيقول لي قد ايه قيمه الاي وقد ايه قيمه البي المفروض ان انا اعرف احسبها. طيب خلينا نمشيها واحده واحده. هو انا الاول لو انا عايز احسب الفولتج ما بين الاثنين كوندكتورز دول، الفولتج كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنروح نحسب الالكتريك فيلد ما بين الاثنين كوندكتور، كنا بنفترض عن الانر كوندكتور لامدا، وبالتالي بيفضل او بيظهر الالكتريك فيلد بتاعه كانه بالظبط شبه الانفينيت لاين زي ما احنا شفناها قبل كده كتير بجاوس، بيطلع لامدا على 2 باي ابسيلون نوت ار، فده الالكتريك فيلد ما بين الاثنين كوندكتور. طيب لو انا عايز احسب الفولتج من قانون التكامل اي ضد ال، فبيطلع عين لما بعمل تكامل من بي لاي بيطلع الفولتج ده هو لامدا على 2 باي ابسيلون نوت لين بي على الاي زي ما شفناها في كذا في كذا نقطة قبل كده، وبالتالي سهل أوي إن إحنا نوصل لمعادلة الفولتج ده. طيب هو دلوقتي في المسألة دي بيقول لي إن الماكسيمم فولتج عنده كام؟ 120 كيلو فولتج. طيب الحاجة التانية لو أنا رحت حطيت الفولتج ده أو عوضت بالماكسيمم فولتج بكام؟ ب 120 كيلو فولتج، وعندي في المسألة الريشيو اللي هي البي على الاي ب 2.7، وعوضت بالفولتج 120 كيلو فولت، أقدر أحسب قيمة اللامدا ماكسيموم هيطلع عندي، أو قيمة اللامدا لأن هي دي الأنون الوحيد دلوقتي في المعادلة دي، فمن هنا أقدر أحسب قيمة اللامدا، هتطلع قيمة اللامدا ب 6.72 مايكرو كولوم بير متر. طيب فمن المطلوب ده قدرت أحسب قيمة إن الماكسيموم لو أنا حطيت الماكسيموم فولتج ده المفروض ان الماكسيمم تشارج دينستي هتبقى قيمتها بكذا. طيب الحاجه الثانيه الالكتريك فيلد هستفيد منه بايه؟ قال لك ان المعادله الالكتريك فيلد ما بين الاثنين كوندكتور جرام على 2 باي ابسيلون نوت ار. في معلومه مهمه جدا في العلاقه بتاعه الالكتريك فيلد دي، ايه هي؟ ان الالكتريك فيلد بيتناسب عكسي مع الار، الار تحت في المقام، وبالتالي كل ما الالكتريك فيلد بيزيد ده بيزيد امتى؟ عند كل ما الار بتقل. طيب لو الار قلت الالكتريك فيلد بيزيد، فانا بخاف من ان الالكتريك فيلد يوصل للماكسيمم فاليو بتاعته اللي هي جيفن في المساله ب 150 كيلو فولت بير سنتيمتر، فانا عارف ان الالكتريك فيلد بيزيد عند المينيمم ار. طب المينيمم ار دي بتظهر امتى؟ قال لك دي معادله الالكتريك فيلد ما بين اي وبي، يبقى المينيمم ار دي موجوده عند ار بتساوي ايه، فلو انا عوضت في المعادله اللي فوق دي عن الار بتساوي ايه، في المعادله دي عن الار بتساوي ايه، يبقى ده ساعتها بيظهر عنده الماكسيمم الكتريك فيلد، لانه الكوندكتور اللي جوه هو ده اقل راديوس بالنسبه لي، وبالتالي هو ده اللي ممكن او اول نقطه ممكن يحصل عندها بريك داون، وهي دي النقطه اللي انا بخاف منها، وهي دي النقطه اللي ابتدي اعمل عليها ديزاين عند اقل ار. فساعتها عند اقل ار هو بيظهر عند ايه؟ عند ار بتساوي ايه؟ فلو انا رحت خدت الاي ماكسيمم وعوضت بيها بلامدا على 2 باي ابسيلون نوت ايه، وطبعا اللامدا ماكسيمم احنا حسبناها من معادله الفولتج، وعندي الاي ماكسيمم جيبن في المساله ب 150 كيلو فولت بير سنتيمتر، هعوض في المعادله دي اقدر احسب قيمه الاي هتطلع 0.805 سنتيمتر. خلي بالك انا عوضت بالفولتج 150 كيلو فولت بير سنتيمتر ما حولتوش بير متر، وريحت دماغي لان الاي هنا في المعادله هتطلع بالسنتيمتر على طول، انما لو انت حولتها بالمتر اللي 150 كيلو فولت بير سنتيمتر دي خليتها بير متر، حولت يعني التحويله بتاعتك خليتها بالمتر هتطلع الاي عندك بالمتر يعني. طيب ده بالنسبه للاي ماكسيمم، طبعا هو مديني ريشيو بين البي والاي ب 2.7، اقدر احسب
ال بي ساعتها هضرب العلاقة دي في 2.7، هقدر اجيب قيمة ال بي. فمن هنا قدرت اعمل ديزاين للكوندكتور ده واحسب الانر راديوس والاوتر راديوس بتاع الكوندكتور اللي ساتسفاي الكونديشنز اللي هو مديها لي في المسألة، ان الماكسيموم فولتج ما يزيدش عن 120، وان الماكسيموم الكتريك فيلد ما يزيدش عن 150 كيلو فولت بير سنتي متر. ده كان اول حقيقة اول مطلوب في المسألة دي. المطلوب التاني كان عايز يحسب الكاباسيتنس، فطبعا موضوع الكاباسيتنس حضرناه قبل كده كتير، هو ان انت بتجيب الكيو وتقسمها على الدي اي بي او الفولتج ما بين الاثنين كوندكتور. طبعا الكيو لو فكيتها بلامدا ال على الفولتج، معدل الفولتج احنا لسه حاسبينها، هيطلع الكاباسيتنس بالشكل ده كده. طبعا تقدر تعوض بالارقام، هو مديك طول الكاباسيتور او طول الكيبل ده ب 120 كيلو، فلو عوضنا ب 20 كيلو نقدر نحسب الكاباسيتنس. المطلوب الاخير كان عايز يطلب او عايز يحسب قيمة الانرجي ستور قد ايه. فطبعا فرمول الانرجي هو هاف سي في سكوير، فبالتالي ممكن احنا حسبنا الكاباسيتنس وعندنا الفولتج جيفن ب 120 كيلو، نقدر نحسب الانرجي ستور قد ايه. وبالتالي دي كانت نهاية المطلوب او دي